بالاستاذ مردين حسين لي يعني وضع اطار للنقاش حتى نستفيد من هذه الجلسه. اولا شكرا على هذه الاستضافه وتحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين. اللي حصل برجل دماغ ناس كثيره جدا، وخلى ناس كثيره تخلط ما بين ما هو تكتيكي وما هو استراتيجي، وبين ان مصر ليها علاقات رسميه مع اسرائيل من سنه 79، وبين ان اسرائيل دوله استيطانيه تم زرعها في المنطقه سنه 48، وان مصر هي الدوله العربيه الوحيده تقريبا اللي قدمت بالفعل اكبر قدر من التضحيات لهذه القضيه. ناس كثيره بيخلطوا بيقولوا 48، موقف المصري حتى من ايام المؤتمر الفلسطيني الاول 36، وكان ليها دور مهم جدا في مقاومه هذه الافكار. لكن حصل ما حصل، الجيش المصري راح حارب في 48، وربما كان احد الاسباب الرئيسيه اللي مهدت لثوره 23 يوليو ما حدث للجيش المصري في هذه الحرب. مصر قدمت تضحيات كثيره جدا، هي الدوله الوحيده تقريبا في العالم العربي التي لم تتورط في الدم الفلسطيني، هي التي الفلسطينيون او القاده الفلسطينيين وجهوا لها انتقادات كثيره جدا بعد كامب ديفيد. لكن حينما تعرض عرفات للحصار، ياسر عرفات للحصار في طرابلس اللبنانيه سنه 83، لم يجد الا مصر يلدي اليها هاربا من البحر او فارا من البحر وجاء الى مصر. مصر مش محتاج ان احنا نقول عملتين للقضيه الفلسطينيه، لان مواقفها النهارده لما يكون محمود عباس ومحمد دحلان واسماعيل هنيه وكل قاده الفصائل يجمعوا على ان على الموقف المصري، هذا مش عبث. لما مصر مختلفه مع حماس الاخوانيه اختلاف كبير جدا، ورغم ذلك مصلحتها القوميه، المصلحة القومية لمصر رفعتها فوق مصلحتها الخلافية مع حماس الإخوانية، واستقبلت قادة حماس وتبحثت معهم وتفاوضت معهم ووصلوا إلى اتفاقات فيما يتعلق بغزة تمنع تدهور وضع الفلسطيني. مصر فعلت محاولات كثيرة جدا، آخرها في شهر 7 الماضي على ما أتذكر في العالمين لمحاولة المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، وده إطار عام لما فعلته الدولة المصرية. النهاردة الواضح أنه فيه خطط اسرائيليه ثابته، اسرائيل ما بتخططش حاجه كده اعتباطيه النهارده صحينا الصبح فحصلت خناقه فاعمل كده. في خطط واضحه ومحدده، تيجي احداث تبقى القشه التي قسمت ظهر كذا، اللي هي بتمهد لشيء، بمعنى انه الاسرائيل تحتل قطاع غزه وتحاصره من سنه 67 ل 2005، انسحبت لكنها تحاصر القطاع، تخنق الضفه الغربيه، وبالتالي من حق الفلسطينيين ان يقوموا طبقا للقانون الدولي، انا هنا بتكلم قانون دولي بس. فييجوا الفلسطينيين يعملوا عمليه فالدنيا تتقلب عليهم كلهم، ويبقى تبدا هنا تبان المخططات. احنا بنخلط احيانا ما بين انه قد يكون انت تدين البعض يدين استهداف المدنيين ماشي، بس اين هو العدل البسيط اللي حضرتك اتكلمت عنه في الانترو فيما يتعلق بالظلم الفاضح على الفلسطينيين؟ الرئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المسؤولين في مصر رغم في علاقات طيبه مع مصر، لكن قالوا بوضوح، أروا المشهد بسرعة، وهو أن هناك مخطط حقيقي تريد إسرائيل استغلال هذه الحادثة لكي تهجر الفلسطينيين وتصفي القضية، وده هيؤدي أنا إلى إغراق. معلش الكلام ده ما طلعش من واحد مفكر أو واحد مثقف، طلع من رئيس الدولة طبعا، يعني اللي لديه كل المعلومات طبعا، لديه كل تقديرات الموقف، وهو رجل يؤمن بالسلام ويتحدث صحيح. عن السلام طول الوقت، وقال لك أن احنا حروب محروب سلام كلها بالضبط. النقطة الثانية وهي القاعدة الشهيرة جدا بتاعت لا ضرر ولا ضرار، القاعدة دي باختصار أن أنت هناك طب ممكن بس اوفر عليك بقى شرح القاعده دي؟ اتفضل. لانه الراجل ده اولى انه يشرح. خلاص خليه بس ارجع، مش لا ضرر ولا ضرار اشرح لنا، معانا اثنين علماء انت تشرح على ضرر ولا ضرار، احنا جايبك كلمه السياسه. انا صح يا جماعه، لانه ده كلامك صح، لانه سمحت اليها سمحت اليها من صديق عزيز يعني قالها لي في سياق مهم جدا فكانت تؤدي الغرض، لكن لن اتحدث فيها وساختصر يعني اخلص في السياسه. الآن هناك اختبار حقيقي لا يتعلق بنظام حكم أو معارضة أو هنا أو هناك، هناك استهداف حقيقي للأمن القومي المصري. ناس كثيرة، هو إيه الفرق بين الأمن القومي المصري والأمن القومي الفلسطيني؟ تاريخيا كل الغزوات التي جاءت الخطيرة لمصر جاءت من هذه المنطقة من الشرق، وبالتالي وجود وجود حكومة أو دولة صديقة على هذه الحدود أمر مهم جدا، وده ربما يكون سبب المقولة بتاعت عبد الناصر أن صراعنا مع إسرائيل صراع حدود وليس صراع وجود وليس صراع حدود. وبالتالي أفرق ما بين حالة السلام المؤقتة اللي نتمنى تكون دائمة وبين تهديد الأمن القومي المصري في أوضح صورة. تمام. علينا أن نعي هذا الأمر طوال الوقت. تمام.